هي أن العزة كلها لله رب العالمين، يمنحها من يشاء من عباده الأخيار. ولنقرأ قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فإذا حافظ الإنسان على عقيدته ودينه والتزم بشرع الله ومنهجه فذلك هو الإنسان العزيز. ومن أعرض عن شرع الله وتنكب طريق الأنبياء والصالحين فذلك هو الإنسان المهين، مهما كان وضعه في هذه الدنيا. وذات يوم مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أصحابه: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع لقوله. يعني إنسان له وضع اجتماعي مرموق. وبعد قليل مر رجل من ضعفاء المسلمين. الأول كان رجلا مستكبرا أو منافقا أو كافرا. فلما مر الرجل الفقير من المسلمين سألهم: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: هذا والله إن خطب لا يزوج، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يستمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا، أي الفقير المسلم، خير من ملء الأرض مثل ذاك. فطالما أن الإنسان حريص على دينه وعرضه وكرامته في إطار منهج الله فهو الإنسان العزيز، وبه تسعد الدنيا، وبه يصلح المجتمع، وهو خير من ملء الأرض مثل هؤلاء المتكبرين الطغاة. ولنتذكر أن زيد بن حارثة، وهو صحابي جليل، كان رقيقا في بدء أمره، ثم أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له مواقف مشهودة. هذا الصحابي رغم فقره ورقه الأول هو الذي حظي بأن يذكر اسمه في القرآن الكريم صراحة دون غيره من باقي الصحابة. فلم يذكر اسم صحابي في القرآن إلا زيد بن حارثة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فلم يكن زيد هذا حسيبا ولا نسيبا ولا ذا مال ولا ذا سلطة، وإنما كان رجلا مؤمنا تقيا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبه الله ورسوله. سلمان الفارسي أحد الصحابة الغرباء عن مكة والمدينة، أحد الصحابة الذين نزلوا المدينة بحثا عن الحقيقة، وقدم من بلاد فارس، من بلاد بعيدة، يسعى إلى أن يصل إلى نور الحقيقة. هذا الإنسان الغريب الموطن غير العربي منحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى وسام، فقال: سلمان منا آل البيت. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال عن أبي بكر وبلال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. انظروا، عمر الحسيب النسيب القرشي يقول عن بلال إنه سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فالمدار في العزة على الحق والخير والبر والصلاح والمشاركات الاجتماعية النبيلة، أما في غيبة الدين وغيبة الأخلاق فلا عزة ولا كرامة مهما كان وضع الإنسان من حيث المال أو الغنى أو المنصب أو الجاه. أيها المشاهد الكريم، كيف يستمد المسلم عزته من الله؟ الله تعالى يقول في الآية الكريمة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فطريقنا إلى العزة هو الكلم الطيب والعمل الصالح. الكلم الطيب
قد يكون تسبيحا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا أو كلمة خير في إصلاح بين الناس أو كلمة خير في نفع المجتمع. هذه الكلمات الطيبة تصعد إلى الله عز وجل طالما صاحبها عمل صالح قائم على الالتزام بأركان الدين وفرائضه، لأن القاعدة عندنا في الإسلام لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. فإذا حافظ الإنسان على أركان الدين من الصلاة والصيام والزكاة والحج وأتبع ذلك بالخلق الطيب والكلم الطيب، تكاملت شخصيته وعزت إنسانيته وأصبح إنسانا في مقام صدق عند مليك مقتدر. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فنحن في حاجة إلى أن تتكامل شخصيتنا، وأن نحافظ على جوهر الدين ومظهره، وأن نحافظ على حقيقة الدين وأشكاله. فليس هناك انفصالية في الإسلام بين فريضة وبين نافلة، وإنما القضية قضية العبودية لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.